بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله تورته محشيه بكريمه الخفق والموز والقراصيا. عندنا 3 طبقات من الكيكه الاسفنجيه، وطريقه الكيكه الاسفنجيه الرابط بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو. وعندنا كريمه خفق للحلويات من اي نوع، وهنرج العلبه كويس قبل ما نفتحها. وهناخد من الكريمه الكميه اللي احنا محتاجينها، وهنضيف عليها سكر بودر وكميه السكر البودر على حسب الرغبه، وهنضربها بالمضرب الكهرباء لحد ما تتماسك معانا. وخلاص كده الكريمه جاهزه معانا. ونخلي بالنا لما نضرب الكريمه لازم تكون بارده جدا، واول ما الكريمه تتماسك معانا ما نضربهاش زياده عن اللزوم علشان ما تفصلش. هنبدا الاول باول طبقه، هنبلها بشربات خفيف او عصير اي فاكهه، وهنضيف طبقه من الكريمه، وهنوزع الكريمه كويس، وهنضيف شرايح موز، وقطع قراصيا من غير بذر. وخلاص كده وزعنا الموز والقراصيا في اول طبقه. بعد كده هنضيف طبقه الكيك التانيه، وهنضغط عليها خفيف، وهنبلها برضو بالشربات او العصير، وهنغطي الكيكه بطبقه كريمه، وهنرص برضو على الكريمه قطع موز وقراصيا وممكن اي فاكهه تانيه احنا عايزينها، مش لازم الموز والقراصيا. وهنضيف طبقة الكيكة الأخيرة، وهنغطي التورتة كلها كويس بالكريمة من فوق ومن الجوانب. بعد كده عندنا بسكوت من أي نوع، هنحطه في كيس بلاستيك وهنضغط عليه بالنشابة بالشكل ده بحيث يبقى مجروش معانا، وهنبطن جوانب التورتة بالبسكويت المجروش بحيث نغطيها كلها. بعد كده هنحدد أطراف التورتة بالكريمة بأي شكل احنا عايزينه بحيث تبقى معانا بالشكل ده. بعد كده عندنا 4 معالق كبار مربى مشمش او فراوله، هنضيف عليها معلقه كبيره ميه وتكون المربى بدرجه حراره الغرفه، وهنقلبها كويس بالمضرب لحد ما تبقى سايله معانا، وهنصب المربى على التورته بالشكل ده كده، وهنحرك المربى لحد ما تغطي التورته كلها بالشكل ده كده، وهندخلها التلاجة لحد ما المربى تتماسك كويس. وبعد ما المربى تتماسك معانا في التلاجة تماما، هنزين الوش بأي أشكال احنا عايزينها من الكريمة. وخلاص كده التورتة جاهزة معانا، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.